الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم في الدرس الأول من شرح مبسط لأصول الفقه من كتاب تحقيق الأصول من إرشاد الفحول، وهو كتاب من الله تبارك وتعالى علي بتأليفه منذ زمن من تهذيب كتاب إرشاد الفحول للإمام محمد بن علي الشوكاني. ونبدأ بالمقدمة وفيها فصول. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائدته واستمداده. فقال الشوكاني رحمه الله أن تعريف أصول الفقه هو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية على وجه التحقيق. ونقلت في حاشية الكتاب عن الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه أنه قال: أصول الفقه الأدلة التي ينبني عليها الفقه، وهي كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما حفظ عنه خطابا وفعلا وإقرارا وإجماع الأمة. ثم في موضوع أصول الفقه نقلت في الحاشية عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى أنه قال: موضوع أصول الفقه فإن موضوعه معرفة الدليل الشرعي ومرتبته. ثم نقلت عن الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول أنه قال: فائدة هذا العلم فهي العلم بأحكام الله أو الظن بها، وأما استمداده فمن ثلاثة أشياء: أولا، علم الكلام بتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري سبحانه وصدق المبلغ، وهما مبينان فيه، مقررة أدلتهما من مباحثه. وهنا نقلت في الحاشية كلاما لابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء التعارض. ومن العجب قول من يقول من أهل الكلام أن أصول الدين التي يكفر مخالفها هي علم الكلام الذي يعرف بمجرد العقل، وأما ما لا يعرف بمجرد العقل فهي الشرعيات عندهم، وهذه طريقة المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم. وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة: وقال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، وهي في سورة طه. فالعلم الذي أمره باستزادته هو علم الوحي لا علم الكلام والفلسفة والمنطق. فنرجع إلى كلام الشوكاني رحمه الله من استمداد أن أصول الفقه تستمد من ثلاثة أشياء. قال: أولا، علم الكلام، وقد علقنا على ذلك من كلام شيخ الإسلام وابن القيم آنفا. ثم قال: اللغة العربية، لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما متوقفان عليها إذ هما عربيان. ثم قال: الأحكام الشرعية من حيث تصورها، لأن المقصود إثباتها أو نفيها. ثم نقلت في الحاشية أنه يضاف إلى هذه المصادر استقراء نصوص الكتاب والسنة والآثار الصحيحة كما ذكر محمد الجيزاني في كتابه معالم أصول الفقه، الذي أحال في هذه العبارة إلى مجموع الفتاوى لابن تيمية وإلى شرح الكوكب المنير لابن النجار. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.